يقول دمعة التجري بماتي ما يحفظوها، وبخزنة الرحمة ترى يخزنوها، وتصير درة نور ويرشحوها، وبقلم قدرة مكتوب سطر الشفاعة عليها، وهالدرة يوم المحشر يعرضوها، وبثمن أعلى الرسل وبثمن ما يثمنوها، يقلهم محمد من إلى ودوها، ودوها لحسين وذاك ينطيع وضراعي، وحسين يعرض دمعة المسجوبة للباري ويرد الندى المحبوبة، هالدمعة صاحبها محنة نوبة، وننطيع وظل راد كل الملايين نجيها. يقول الإمام زين العابدين: من سقطت من عيني لمصرع الحسين دمعة حتى تصير على خديه، بوأه الله بها غرفا في الجنة يسكنها أحقابا. آه إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أنت جاي اليوم الماتم شو تريد؟ تطالع من بيتك من دارك قاصد إلى مأتم الحسين، ماذا تريد؟ تريد الشفاعة من الحسين. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي والذنوب هواي شفت ثجيلة. يا أبا عبد الله ترى هاي الدمعة تشوفها غير شكل يوم القيامة، تتمنى لو قضيت عمرك كل دمعة على الحسين. يا الله الله يحفظ هذا، الله يرحم هذا الشاعر. شلون يوصف حال المؤمن إذا خرجت روحه من الحياة واستقبله الحسين؟ لكن يتساءل المؤمن، يسأل يقول: من تكون يا صاحب الأنوار المضية؟ قال له: ما تعرفني غريب الغاب، ما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاجي، وما انت اللي بالماتم تنادي ويلي علي، تبكي على مصابي يا شيع شلون اخليك، ولاجلي يا شيع لابس ثياب الرزي، انت بعزه وجلال اهلك على التابوت شالا، مغسل مكفن واحفروا قبرك وارو، لو من بعد موتك على التربان خلو مثلي ثلاثة أيام على الغبرة رمي، أنا ما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي، أنا الشهيد اللي ذبح بصدري، وكل ما جذب والنجر بخدي دموعي، يكسر الخاطر يجذب الون خفي، أنا الشهيد بكربل المذبوح عطشا، أنا اللي صارت جثتي للخيل ميدا، رضى وعظامي وعلقا وراسي على أسنان،
وبنارهم حرقة وخدور الهاشمي. أيوة حسينا سيدة سكينة سلام الله عليها كما يروي الكفعمي في كتابه المصباح، لما كانت على صدر أبيها ضربوها بالصياط حتى أغشي عليها، تقول سمعت صوتا يخرج من المنحر: بني سكينة إذا رجعتم إلى المدينة فأبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات عطشانا فاندبوه ومات غريبا فابكوا عليه بنتي سكينة، بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلامي، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح، قولي لهم نصبوا العزاء ونوحوا على المذبوح، واقضوا عزاكم باللطوم وايامكم بالنوح، قولي لشيء نوحوا على مرمي ثلاثة أيام ضامي، يعزو الله علينا يا أبا عبد الله، مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء، واطفال عندي مصرعة ومحتار في دنيا، قولي لشيء نوحوا على، لكن هناك مصيبتان يا سكينة لا تذكريهما لشيعتي، أخاف على قلوب شيعتي أن تتفطر لذكرهما. يا الله ما هما يا أبا عبد الله؟ قالوا لا تخبري فعل الشمر يوم على صد، هذا البيت ما ينقرها اليوم، هذا البيت ما يقرأ إلا يوم عاشوراء، المعذرة منكم. بعد يا أبا عبد الله ما المصيبة الأخرى؟ قالوا لا تخبري بالأعوجية إيش سوت بحالي، داست على صدري سكنة، أين المنادي وحسينة؟ داست على صدري سكنة وشالت أوصالي، قولي لشيء نوحوا على ها. انت تفطر قلبك لما سمعت بهذا البيت. إذن ما حال زينب وقد نظرت إلى هذا المشهد؟ رأت الخيل تجول على صدر الحسين حتى طحنته طحنا، جلست عنده أخذت تقلب جراحات أخيها، توجهت وين؟ توجهت للمدينة، تقلها يا يما يا يما ما ينشال ما ينشال، آي 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 آي
والسدر والسدر ما ينشال يا يما والسدر. حسين الخيل رضت عظامه والصدر 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 ما حد جاب كافوره وسدره ولا تغسل غريب الغاضريه. هي ولا تغسل غريب الغاضريه. يلا سجل لك في ختام المجلس صرخه تطلع من صميم قلبك حتى تسجلها الزهراء. تصور حال زينب، زينب جلست أخذت تقلب جراحات الحسين. إي والله قعدت يم أخوها حسين تقلب جروح له بصدره. قعدت يم أخوها تقلب جروح لبصدرة. آه يا صاحب العصر اعذرني، هذا البيت ترى يفطر القلب، يفطر الحجر الأصم. أولي قعدت يم ابو اليمة تقلب جروح لبصدرة. ولن تشوف المثلث خارج من خرس ظهره. صاحت صوت يا يما يا يما تعالي بعجل يا زهرة. شوف الشهيد حسين سيف الشمر يا الله. آه تقلها تعالي يا محسن لي تعالي. شوفي كربلا اش سوت بحالي. أني لني غريبة بغير والي. وراس حسين يشيلونه قبالي. تقلها أنا يمكم يا يمة مو بعيدة. أنا شفت حسين من حزاو ثلاثة أيام ساكن البيدة. نوب انهض ودور خنصريدة. هيا ونوب انهض ودور جايا. هيا فعضينا حسين بعدك لا هنا عيشٌ.